بارادايس كوكتيل. بارادايس كوكتيل نستخدم فيه مارتيني جلاس او الكوكتيل جلاس، ويتسم بيتش كوكتيل. اكثر طلب هذا الكوكتيل على البيتش. سو دائما بدنا نضلنا نبرد الكاسه اول ما نسمع انه الكوكتيل بده يجي بكوكتيل جلاس، سواء شيكينج او سترينينج او ستيرينج وات ايفر. برد كاستنا قبل ما نبدا الاكشن اوف كوكتيل. It's a shaking cocktail. Second mixing glass. منضيف 4 cl of butler's gin. 1, 2, 3, 4. وعنا 2 cl of apricot brandy liquor. 1, 2. منضيف 50 ml of orange juice. 1, 2, 3, 4. هي كوكتيلنا جاهز to shake. It's ready for served. Strainer. نخليها هون. بردنا الكوكتيل. Cocktail glass. Throw the ice and water. Chilled enough. And strain your drink. هيك صار في عنا بارادايس كوكتيل with butler's gin. ما تنسوا بارادايس served with no garnish. Cheers.